هنا وما تسبب به من مصاعب اقتصادية جمة في أنحاء العالم أثر على الانفاق العالمي على التسلح. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أشار إلى أن حجم الانفاق قارب تريليوني دولار بزيادة تجاوزت 2% عن عام 2019. وتظهر الأرقام أن مخصصات الدول الكبرى للانفاق العسكري وصلت الارتفاع رغم الجائحة وتداعياتها، وأن دولا معدودة فقط خفضت من انفاقها العسكري بهدف مواجهة الجائحة. فما هي دلالات هذه الزيادة العالمية في حجم الانفاق العسكري؟ نسأل في شباكنا الرئيس لليوم. في شباك التراث نذهب إلى قسنطينة في الجزائر ونتجول في أزقة حي النحاسين الذي يمثل هوية المدينة التراثية. في شباك الدنيا شركة صينية تطور كلابا آلية يمكن اصطحابها إلى المتنزهات. ابقوا معنا. نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم. صورتنا الأولى من محرقة للجثث في نيودلهي تبرز حجم الكارثة التي حلت بالهند مع ارتفاع أعداد ضحايا كورونا. هذه السيدة في معبد للسيخ في غازي أباد مصابة بكوفيد 19 وهي بحاجة ماسة للأكسجين. وهذه لقطة جوية من العاصمة التشيلية سانتياغو. هناك اختارت الحكومة من جديد تخفيض الأجور لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عن الفيروس، وهؤلاء أجبروا على عرض مقتنياتهم للبيع على هذا الجسر. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في شمالي البلاد يواصل حملته الانتخابية على بعد أيام من الانتخابات المحلية المقررة في 6 مايو أيار المقبل، في ظل انتقادات حادة يتعرض لها وشبهات فساد بسبب مصاريف تجديد شقته. كشف شهر رمضان عن الارتفاع الكبير في نسب الفقر في لبنان، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المساعدات ووجبات الإفطار والطعام التي تقدمها مجانا بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمساجد. أبواب مشرعة على الفقر، هكذا تستقبل بيوت بيروت شهر رمضان أبو محمد وزوجته، يستذكران يوم كان حالهم أفضل. حينها كانت أم محمد تعد وجبة الإفطار من خيرات البيت. الأيام هذه ما قادر ياكل الواحد، ربط الخبز عم بيجينا من برا. شو بدي أقول لك بعد أكثر من هيك؟ هلا بتشوف إني قاعد أنت بعد شوي شوف كيف بيجيبوا لي الأكلات اللي عندي لهون. ما لا يخبره أبو محمد يقال هنا في هذا المطبخ. ارتفعت الحاجة، يحاول البعض سدها، يتكافلون قدر الإمكان ويتضامنون على قدر ما يستطيعون، رز ولحم وما تيسر من معونات. تتنوع تسميات البرامج في هذه الجمعية، إعانة ملهوف، إطعام عابر سبيل أو إفطار مسكين. عشرات الحلل يوميا توزع تكشف أن الفقر يطرق أبواب كثر في هذه المدينة. في السنة نقدر نلحق يجي دور للكل لأنه زاد الطلب كتير، صرنا مضطرين أنه العائلة تاخد بس مرتين بالأسبوع، ما عاد فيهم أنه يجوا ياخدوا كل يوم رز بلحم، وهذا بفرجي قديش نحن كمان الوضع صار صعب. قبيل موعد الإفطار يلجأ البعض إلى المساجد، طوابير تبحث عن طعام، عن مساعدات، عن غذاء ارتفع سعره على وقع ارتفاع سعر الدولار. لا يشبه رمضان نفسه كما في كل عام يقولون هنا. في المساء
يقصد بعض الفقراء هذه الساحة، كما أبو محمد، ينتظرون من يقدم لهم طعاما أو مساعدة. لو أن الزمن يعود إلى الوراء، هذا لسان حال فقراء لبنان اليوم، إلى زمن كان فيه رمضان شهرا للوفرة والخير. اليوم يسأل كثر في هذه المدينة، ما الفرق بين الجوع والصوم؟ محمد شبارو، العربي، بيروت. حتى في زمن كورونا وفي خضم التداعيات الاقتصادية والصحية الهائلة الناشبة عنه، بقي التسلح مهيمنا على أولويات الحكومات ودول العالم المختلفة. نحو تريليوني دولار، هذا هو حجم الإنفاق العسكري العالمي لعام 2020 حسب ما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره الأخير. فما هي دلالات وأبعاد هذا الإنفاق؟ نتوقف عند ذلك، لكن نتابع بداية مع الزميلة رانيا دريدي أبرز ما جاء في التقرير. لا يبدو أن وباء كورونا وما تسبب فيه من مصاعب اقتصادية جمة لدول العالم أثر على الإنفاق العالمي على التسلح، وتظهر الأرقام أن مخصصات الدول الكبرى للإنفاق العسكري وصلت الارتفاع رغم الجائحة وتداعياتها. ففي عام 2020 عرف العالم إنفاق ما يقرب من تريليوني دولار على الإنفاق العسكري، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية والصين في صدارة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة، فيما حلت روسيا بين أكبر 5 دول في العالم من حيث الإنفاق العسكري. ورغم ما عرفه العام الماضي من انكماش اقتصادي عالمي بسبب جائحة كورونا، أدى إلى انكماش الاقتصاد العالمي في 4.4%، إلا أن حجم الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 2.6% عن عام 2019، أي ما يعادل 2.4% من الناتج الاقتصادي العالمي بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وكان الإنفاق العسكري العالمي بلغ أصلا في العام 2019 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة. وكشف المعهد في بيانات حديثة أن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا كانوا أكبر 5 دول إنفاقا على السلاح بنسبة 62% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020. وخلال العام الماضي بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 778 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% عن عام 2019. لأنها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم، استحوذت الولايات المتحدة على 39% من إجمالي الإنفاق العسكري في عام 2020، في نمو للعام الثالث على التوالي بعد 7 سنوات من التخفيضات. وجاءت الصين في المرتبة الثانية كأكبر منفق عسكري بقيمة 252 مليار دولار في عام 2020، ويمثل ذلك زيادة بنحو 2% عن عام 2019. كذلك شهدت منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو المؤلف من 28 عضوا تقريبا ارتفاع انفاقها العسكري في عام 2020، حيث انفق 12 عضوا نحو 2% او اكثر من ناتجهم المحلي الاجمالي على جيوشهم. في المقابل، عدد قليل من الدول مثل تشيلي وكوريا الجنوبية خفضت من ميزانية الانفاق على الأسلحة لصالح مكافحة وباء كورونا. نرحب معنا من عمان بفايز الدويري، وهو خبير عسكري واستراتيجي. أهلا وسهلا بك معنا سيد فايز. إذن نحو تريليوني دولار أنفقت على التسلح عام 2020. بداية أريد تعليقك على هذه الزيادة في حجم الإنفاق العسكري العالمي رغم تفشي فيروس كورونا. يعني يبدو إذا دققنا في التقرير وفي المعطيات المحيطة وفي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا عدنا نجد أنه كان يضغط بصورة كبيرة وهدد بإمكانية الخروج من الناتو ما لم تلتزم دول الناتو برفع إنفاقها العسكري المتعلق بالناتو إلى 2% من الناتج القومي الإجمالي. والآن نجد أنه ألمانيا أصبحت 1.6، أي على وشك أن تصل إلى 2%. إذن هذا جزء من سبب ارتفاع الإنفاق العسكري. يضاف إلى ذلك
المشكلة تكمن في الشرق الأوسط وإقيانوسيا بصورة عامة. لماذا؟ لأن معظم صادرات السلاح أكثر من 50% تتجه إلى تلك المنطقتين. الآن في الشرق الأوسط نجد هذه الدول، الدولة رقم واحد السعودية، الدولة رقم اثنين مصر، الدولة رقم ثلاث الإمارات، الدولة رقم أربعة قطر، لكن في دول قادرة ودول غير قادرة. لكن لماذا توجهت هذه الدول؟ هذا سؤال بحثنا حاولنا الإجابة عنه كثيرا. أما ما هي الإسقاطات على ارتفاع الإنفاق في عام 2020 أو ما سيحدث في 2021؟ أن معظم هذه الصفقات، معظم هذه الصفقات لا يتم تسلمها قبل 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي هذه المبالغ التي ستنفق على شراء، على سبيل المثال أبرمت في السابق. سيد فايز لو سمحت لي، يعني سألت سؤال مهم جدا، لماذا؟ ربما هذا هو لب الموضوع، لو تفسر لنا يعني شكل مبسط هذا الاتجاه وهذه التغيرات في القطاعات العسكرية العالمية، يعني كيف تستغل؟ ما هي التغييرات المرجحة على أنظمة الأمن والدفاع في العالم؟ يعني الآن نأخذ الشرق الأوسط كمثال حي، لأنه من أكثر المناطق إنفاقا، ورغم في هناك دول نفطية قادرة، هناك دول تتلقى مساعدات وتنفق. السؤال الآن لماذا؟ التوجهات السياسية للأسف هي مرهونة برؤية الحاكم ومن يدور حول الحاكم. لهذا السبب نجد هذه الدول تنتقل في القدرات التسليحية من مستوى إلى مستوى رغم عدم وجود ضرورة. وأطرح مثالا، المثال الأبرز مصر. مصر إذا نظرنا إلى دول الجوار في الجهات الثلاث نجدها إما على علاقة طيبة أو ترتبط بمعاهدات سلام في كإسرائيل مثالا. فلماذا ترتفع كميات الأسلحة التي تم استيرادها والصفقات التي تم عقدها ما بين 2013 إلى 2021 وصلت في بعض التقديرات 175%؟ هل لديك جواب عن هذا؟ قد أجد عذرا أن تكون شراء طائرات بعيدة المدى سو 34 أو رافال بمدى أقصى 3700 كيلومتر بمدى عملياتي 1600 كيلومتر، ونربط ذلك مع سد النهضة على سبيل المثال، لكن لا أجد مبرر لشراء دبابات. قد أجد العذر لمصر أن تقوم بشراء طائرات سمتية، طائرات عمودية، بتطوير منظومة القيادة والسيطرة، بمعدات القتال الليلي للمستوى الأدنى لمواجهة ما يجري في سيناء، لكن لا أجد إجابة لشراء مئات وألاف الدبابات. العربية السعودية انزلقت من 2015. يعني الوقت لا يسمح لي أن نحلل يعني كل دولة على حدة وخلفياتها العسكرية للأسف، يعني رغم خبرتك الكبيرة بهذا المجال، سنحاول أن نتحدث بالمجمل عن هذا الموضوع والأبعاد العالمية العامة، لأن كل دولة لها خصوصياتها الخاصة بها. على كل، في صدارة المتسلحين بحسب التقرير الأخير، تقرير مركز ستوكهولم، الولايات المتحدة والصين على رأس المتسلحين، إلى جانب كما ذكرت قبل قليل دول حلف شمال الأطلسي، حلف الناتو. طبعا العلاقات سيئة بين البلدين، بين واشنطن وبكين، وتزداد تدهورا بعيدا عن الكليشيهات المتعلقة بالحرب الباردة. ما الذي يفهم من هذا السباق على التسلح بين الدولتين، يعني بالنسبة لدينامية العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؟ يعني إذا بداية القرن الحالي كنا نجد مصطلح وهو الدولة الأكثر تفضيلا في التجارة الدولية ما بين أمريكا والصين، وكانت أمريكا تدعم التوجه الصيني. لماذا؟ لأنها كانت تحاول أن تجد بديل، حليفا جديدا بدل العدو التقليدي الذي كان يتمثل بالاتحاد السوفيتي.
لكن النمو الاقتصادي الصيني والتسارع ومعدلات النمو، زيادة الزيادة السنوية في النمو في الاقتصادي نجدها كانت كل سنة ما بين 5 إلى 7%، نادر ما انخفضت إلى أقل من 5%. بدأت الصين تنظر إلى الخارطة العالمية من منظور اقتصادي ومن منظور حضورها. هذا الأمر جعلها على سباق محموم مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن على سبيل المثال الصين تركز بصورة كبيرة جدا على قارة إفريقيا. الصين تتحدث عن طريق الحرير، الصين تتحدث عن إمكانية الاستغناء عن قناة السويس، أو حتى لو حدث أن تم شق قناة بن غوريون من خلال المرور عبر الهند، عبر إيران، أفغانستان، ووصولا إلى، إذن هناك تمدد للتنين الصيني بدأ يخل بالفجوة ويضيق الفجوة. الآن أمريكا نعم انفاقها 738 مليار الدفاعي، انفاق الصين 250 مليار، لاحظ انفاق روسيا 41 مليار. اذا دعيني اقول انه الحضور الصيني، الحضور الصيني ومحاولة ان تحصل على ثنائية القطبية في مدى السنوات 5 إلى 7 القادمة ثم أحادية القطبية. نعم. هنا أتحدث بعد 10 سنوات عن أحادية قطبية صينية وليست أمريكية، على الأقل في بعد الاقتصاد. هذا ما جعل هذا السباق المحموم ما بينهما الأمريكية، رغم أنه الرئيس الصيني شي جين بينغ قال قبل أسبوع تقريبا أنه بلاده لا تسعى للتسلح، لسباق الخوض في سباق التسلح. على كل، سؤالي الأخير لك سيد فايز، نحن أمام إنفاق عسكري يتزايد وتراجع اقتصادي يتفاقم، يعني بما ينثر هذا ما الذي يرتسم في السنوات المقبلة؟ هل تجد أن هذا التسابق للتسلح يأتي أساسا لردع الهجمات البيولوجية كما يقول البعض؟ لا، يعني أنا لا، يعني سوري، حتى هذه اللحظة السياسات والمقاربات الاستراتيجية لدول العالم الثالث يعني لا تحظى باحترام المثقف الحر أو المثقف المستقل. أنا عندما أتحدث عن جائحة كورونا وأتحدث عن هذه الدول التي تنفق المليارات على شراء الطائرات والدبابات فيما تهمل قطاع الصناعة، ينقطع الأكسجين، تحترق مستشفى، في الأمس في العراق 82 قتيل وأكثر من 110 اختنقوا داخل المستشفى، في قبلها في كذا وكذا. الأصل أن تكون حصة الصحة والتعليم في الموازنة أعلى من موازنة الدفاع، بينما تصل موازنة الدفاع في بعض الدول إلى 25% من الجي دي بي. إذن هناك جهالة عمياء لدى القادة السياسيين في تحديد الأولويات، لأنه من خلال صفقات السلاح يأخذ عمولة، من خلال صفقات السلاح يبني جيش نظام وليس جيش دولة. شكرا جزيلا لك وشكرا على هذا التنبيه. طبعا بالعلم تنهض الشعوب. أشكرك جزيل الشكر من عمان فايز أدويري الخبير العسكري والاستراتيجي. في شباك هاشتاغ لليوم نتوجه إلى العراق ونرصد أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هناك مع مراسلنا في أربيل غسان خضر. مساء النور غسان، وأنا مثلا بك معنا. نبدأ بزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد ولقائه بمسؤولين عراقيين، فعلى ما ركز اليوم المغردون؟ نعم نادين، الآن يتواجد وزير الخارجية الإيراني هنا في أربيل، قدم من النجف بعد أن أنهى زيارته في بغداد، التقى مع سياسيين شيعة وسنة كلا على حدة، وهذه اللقاءات أثارت نوع من الريبة وتفاعل عليها المستخدمون كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ نادين من أياد الدليمي، الصحفي أياد الدليمي يقول بأن جواد ظريف في بغداد التقى بأركان العملية السياسية سنة وشيعة وبعض زعماء العشائر. يتساءل أياد، يقول هل ما زال هناك من يشك أن العملية السياسية في العراق هي عملية إيرانية القلب والقالب ولا فرق بين هذه الطائفة أو تلك؟
مصطفى سالم الكاتب مصطفى سالم يقول: ظريف لم يترك أمرا في سياسة العراق الداخلية لم يتدخل به، بل وضع خارطة الطريق للطبقة السياسية حول ما يجب أن تفعله. بالمقابل لم يمنح حكومة الكاظمي ومن اجتمع بهم غير الذي يعرفونه في الصحف حول الاتفاق النووي. البرلماني السابق ماجد شنقالي يقول: يتساءل ماجد شنقالي يقول: هل يلتقي وزير الخارجية العراقي عند زيارته إيران ممثلين عن التيار الإصلاحي وعن التيار المحافظ وممثلين عن الكرد والجيلاك واللور والبلوش والأذريين وعرب الأحواز كما يفعل ظريف في العراق؟ لأن مصطلح التعامل بالمثل هو السائد في العلاقات الدبلوماسية على المستوى الدولي كما يقول ماجد. أيضا على نفس الموضوع نادين ديفيد ياسين هو ناشط يقول: اليوم أثبتت إيران أنها لا تريد أن تتخلى عن العراق، إنها ببساطة تريد أن يبقى العراق تابعا لها في ظل حكم دائم. زيارة جواد ظريف لتعميق العلاقة مع الحكومة العراقية خاصة قبل الانتخابات، التقى بقادة السنة حتى تسيطر إيران على الحكومة من الجانبين الشيعية والسنية على حد وصفه. نادين، هذه كانت أبرز التفاعلات على الموضوع الأول، موضوع زيارة وزير الخارجية. نعم. إلى بغداد. وثم وفي موضوعنا الثاني معك بالتأكيد فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد ما تزال تتفاعل، ردود فعل كثيرة شهدناها في الأيام الماضية، يبدو اليوم هناك تركيز على تقرير لجنة الصحة. نعم نادين، العدد في الحقيقة هناك أرقام وتقارير تشير إلى أن العدد زاد إلى أكثر من 130، الرقم القديم الذي سجل 83 ضحية هو في زيادة، لأن هناك الكثير من الضحايا فقدوا ذويهم وهم ليسوا بين الجرحى وليسوا بين القتلى، وبالتالي ربما الرقم أيضا مضاعف للزيادة. شكلت لجنة ولكن فشل البرلمان العراقي في استحداث جلسة للتصويت على فاجعة المستشفى، ولكن هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء حول ما حصل في المستشفى، لكن هناك حالة من التهكم على التقرير الذي اتهم الزوار الذين يزورون المرضى بأنهم يحضرون معهم مدافئ وأجهزة كهربائية، وبالتالي هي التي أحدثت الحريق، وعلق المستخدمون كثيرا على التبرير الذي قدمته وزارة الصحة. نبدأ من الصحفي حسين دلي يقول لجنة مراجعة كارثة مستشفى ابن الخطيب ألقت اللوم على المستشفى القديم وأهالي الضحايا وحماية المنشآت وصيانة المطافئ دون أن تدين الحكومة نفسها الفاشلة باعتبارها المسؤولة عن كل هذه الجهات المقصرة بعملها. يضيف حسين يقول: دوما ما يضعون أكباش فداء ليبقوهم بعيدا عن الإدانة والمحاسبة. أيضا نادين، منظمة العفو الدولية على حسابها في تويتر هي أيضا تعاطفت مع الموضوع، تقول: بعد حريق مستشفى ابن الخصيب المروع في بغداد ندعو إلى تحقيق العدالة للضحايا عبر محاسبة المسؤولين واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار هذا الحادث الأليم. يجب أن تكون مراكز الرعاية الصحية آمنة للأشخاص الذين يزورونها بحثا عن العون والحماية. آخر تغريدة من السياسي العراقي عزة الشابندر يقول يوجه الشابندر رسالة لرئيس الوزراء قائلا بأن سحب يد وزير الصحة أو إقالته إجراء ليس بحجم الكارثة، والوزير لا يتحمل مسؤولية الفساد المتراكم في وزاراته طوال السنين. فاجعة مشفى ابن الخطيب تدعوك للتحقيق في فساد وزارة الصحة وليس وزيرها فقط، ولا تميز بين فساد مقدس وآخر مدنس حسب وصف الشابندر. في الحقيقة نادين، ما حصل في مستشفى ابن الخطيب في بغداد لا زال موضوع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي وهو الأبرز، لكن اليوم زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى طهران إلى بغداد أيضا هي أخذت حيزا من تعاطي المستخدمين عنها. أشكرك جزيل الشكر على هذه الوقفة، مراسلنا في أربيل غسان خضر. شبابيك متواصل معكم وتتابعونا فيه بعد قليل. معرض يجمع أعمالا فنية ومشغولات يدوية ومنتجات غذائية تحت سقف واحد.
النقش على النحاس والتطريز هوية تراثية تتمتع بها مدينة قسنطينة الجزائرية. شركة صينية تطور كلبا آليا يمكن اصطحابه إلى المنتزهات. أهلا بكم من جديد. بمبادرة فردية قامت مهندسة تونسية للديكور بتحويل محلها إلى فضاء يجمع بين الفنون والمنتجات الغذائية التقليدية بهدف تشجيع الحرفيين والرسامين وأصحاب الصناعات على عرض منتجاتهم. وتقول إن هذه المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة الفن لدى التونسيين من خلال توفير مكان جامع للتصاميم والفنون والطعام في آن واحد. حبيبي دنجزلي مهندس تزويق داخلي صاحبة فضاء بازار حذيمي. بازار حذيمي هو فضاء خاص يلم الفن والصناعات التقليدية. فكرة المشروع انطلقت من الحكاية هذية. المواطن معش عنده وقت يعني المرض هذية اللي نعيشه فيه والأزمة اللي نعيشه فيها معش عنده وقت باش يمشي يتفرهد باش يمشي يشري لبسة باش يمشي يقضي داره. فقلت بوخكوا با فما فضاء هذية يجمع يعني الحرفيين والأصحاب الصنعة ومواطن يرقى قضيته متاع الدار يرقى اللبسة متاعه. جينا يرقى توسكي زيوت طبيعية يرقى أعشاب للتداوي يرقى العولة الزمنية متاعنا الحليلة من النواصر المحمص يرقى التوابل فمت مخدومة في الدار. احنا في شهر سيدي رمضان عنا زوز معرض اسمه شهوة سيدي رمضان ترقى فيه توسكي اللي كنا نحكيه فيه التوابل والحاجات الزمنية الكل. وثم معرض اسمه مزيانة عيدي لبسة تونسية مزيانة يرقى فيه اللبسة التقليدية يرقى الاكسسوارات بالنسبة للمرأة. فكرة من أفكار المشروع اللي المواد متاعنا الغذائية الكل يعني اللي نجيبوها كلها معلبة يعني المواطن ما يقعدش ينتظر دوره باش مثلا حد يزنه مثلا كما نقولوا كي باش ياخذ بسيسة يزنه مثلا كيلو ولا رطل ولا حاجة. ثم باكويت مثلا متاع رطل باكويت متاع كيلو بالنسبة للفاح كيف يقولوا معرض يسمع التونسي ثم معرض يمشي يعني تكون عنده الرغبة باش يمشي يقولك معرض فيه منتوجات نمشي نتفرج أو كاك يرقى فيه مثلا لوحات زيتية ولا لوحات متاع فنانين تشكيليين أو كاك يولي يشبع عينيه بالفن والثقافة. طموحاتي في هذا المشروع اللي نرجع نستهلكو تونسي 100% التونسي كي يجيب حذينا يشبع يعني عينيه بالفن بالتراث بالصنعة التقليدية التونسية متاعنا اللي مخدومة بمحبة وغرام وخاصة رسخوا في ذهنه أنه يستهلك ويشري تونسي. إلى شمال سوريا الآن. بدلاً من اصطحاب أطفالها إلى المدرسة تجبر الأم السورية النازحة صبحي المصري أن تأخذهم يومياً للعمل في مكب للنفايات خارج مخيم قاح شمال غربي البلاد. يهدرون أيام الطفولة بجمع الخردة
من أجل لقمة مغمسة بالمأساة. جيل الحرب والنزوح السوري في مشهد يكسر القلب. يعني أولادي محرومين المدرسة، الأطفال كلها بالمدرسة، عم شوف الأولاد تروح المدرسة وترجع وأنا قلبي عم ينحرق على أولادي. أولادي عم يشتغلوا معي، أولاد تنعب بالطريق، أولادي ما عندهم مجال يلعبوا. كوفيد-19 ألقى حمله الثقيل فوق جسد سوريا المنهك وتفشى في أنحائها، والعملة انهارت في حضن أسوأ أزمة اقتصادية. حكاية البقاء على قيد الحياة بين الحلم والخيبة تحكيها ابتسامة عبد السلام. أنا كان حلمي أصير أستاذ عشان أدرس الطلاب، بس أبوي عاجز وبيمرض وما بنحسن، إحنا فقيرين، جينا على مكب عشان نشتغل ونعيش أهلي. واحد من كل 3 أطفال خارج المدرسة، 9 من كل 10 أشخاص يعيشون تحت خط الفقر، 3/4 السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هلق أنا حياتي كلها بالمكب وبالشغل، أولادي وأنا، أولادي تعبانين وكل نهار والليل الأجام تلعب، الأجام تطلع وتفوت أولادي، أنا وياهم من الصبح ما أجي للمغرب أنا وياهم، أشتغل بطعمي أولادي، وحالتنا سيئة كتير. يلا بس خلصينا تعالوا. مهن خطيرة مقابل أجور زهيدة ومعدلات انتحار مرتفعة. فيلم رعب لا يناسب الأطفال يقومون ببطولته في سوريا الحزينة. تتميز مدينة قسنطينة شمالي الجزائر بالعديد من الحرف اليدوية التقليدية التي يصارع صناعها من أجل البقاء. حرفة النقش على النحاس وحرفة التطريز تمثلان هوية المدينة الفنية والتراثية، وقد حافظت الحرف التقليدية على وجودها رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية. مراسلتنا جهيدة رمضاني تجولت في حارة النحاسين والتقت بأقدم حرفي في مجال التطريز في المدينة لنتابع. معدن النحاس هنا لم يصدأ منذ قرون، يترامى بريقه ليغري المرة باقتنائه بصبر معد لنقش جسر سيدي مسيد على لوحة نحاسية يقدم نور الدين من وقته وشغفه الكثير. الخدمة هذه مليحة بزاف، ولازم تكون تحبها باش تخدمها. والرسم على النحاس صعيب شوية، علاه؟ خمش المادة الأولية دي غالية، ونخدموها بلا كاركبر، فكرة مناصي، كي نبدا نرسم من ورقة بيضاء حتى تولي ان طابلو كما تشوفي هكا. تنتج قسنطينة حوالي 70% من الإنتاج الوطني في صناعة النحاس، يقابلها أكثر من 500 حرفي يتوزعون هنا في حي الباردو وفي المدينة القديمة. لا يخلو بيت في قسنطينة من هذه المائدة التي تسمى السني في لهجتهم العامية. يرمز النحاس عندهم إلى العراقة وإلى الفرح أيضا. تأخذه العروس في جهازها رفقة القندورة القسنطينية التي قد يستغرق تطريزها أشهرا. ولع القسنطينيين باللون الأصفر يتجلى في هذه الخيوط الذهبية التي تشكل على مهل كعاشق صبور تنهمك السيدة وفاء في تطريز القندورة. العروسة كيجي تخير القندورة، تسمى تختار القندورة ثقيلة ولا خفيفة، كي خرجها الرشمال بداو في الحرج، نجيبو خيوط هادو ذهبية ثلاثة، تسمى والخيط من اللوط ونخدمو، تسمى كي تعود ثقيلة بزاف ربع شهر قندورة تسجى. في دار عزي ومنذ أكثر من نصف قرن تعيش الحرفة لتورث. صرا اجتهاد في أننا عودنا شفنا مع التصميم الأصلي وخففنا فيه، مدينا له شيء من العصرنة، الشيء اللي يجعل الفتاة القسنطينية بل الجزائرية ولات حافظت على انتقاء هذاك اللباس. تلبس القندورة القسنطينية أكثر في الشرق الجزائري، تحافظ على تلك الأبهة في أفراح العائلات، ورغم ارتفاع سعرها النسبي إلا أنها حافظت على الإقبال ذاته، فهي لتروي قصة فرح
بل تاريخ بلد حين تلبس. جهد رمضاني، العربي، الجزائر. إلى وقفتنا الأسبوعية الآن مع شباك الخير بصحبة دينا طارق. مساء النور دينا. مساء النور نادين، ومساء النور مشاهدينا. نبدأ جولتنا من ليبيا. فمع حلول موعد الإفطار في ليبيا، يتوافد الكثير من العمال على الموائد الخيرية التي تقام في مدن عديدة على مدار شهر رمضان لتناول وجبة الإفطار. ففي مصراتة تستقبل مائدة خيرية يتم تنظيمها سنويا منذ عام 2010 تبرعات من السكان، وتجهز مكانا لتحضير وجبة الطعام يوميا وتقديمها للرواد المائدة. أما في بنغازي وفي ظل انتشار فيروس كورونا، فقد اختار أحد منظمي موائد الرحمن تجهيز الوجبات وتوزيعها بدلا من أن يجلس المفطرون على مائدة واحدة تجنبا لتناقل العدوى. اقتراب غروب الشمس خلال شهر رمضان، يهرع السعوديون بمن تستوجب ظروف عملهم البقاء بعيدا عن بيوتهم حتى ذلك الوقت إلى سياراتهم، سعيا للعودة إلى أسرهم قبل حلول وقت الإفطار، وحرصا على عدم وقوع حوادث مرورية بسبب الزحام الذي يبلغ أشده في ذلك الوقت. ومن أجل مساعدة هؤلاء الموظفين على تناول إفطارهم بشكل آمن، يقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع وجبات إفطار خفيفة تضم بعض الأطعمة والمشروبات على جميع السيارات المارة. نظم مركز رعاية الأطفال والكبار فقدي الرعاية يوما ترفيهيا بمقر المركز في محافظة الشرقية بمصر، أتاح فيه للمقيمين التنزه في الهواء الطلق والاستمتاع بعروض الرقص، كما قدم لهم الهدايا والألعاب. وهذا بالإضافة إلى أن المركز يأوي الكثير من الأطفال والكبار كانوا يعيشون في الشوارع ويتسولون للحصول على لقمة العيش بعد أن هجرتهم أسرهم. ويستقبل المركز منذ إنشائه الرجال والنساء والأطفال، ويوفر لهم أماكن للنوم وخدمات صحية وبرامج للتأهيل النفسي إلى جانب الأنشطة الترفيهية من وقت لآخر. بدأت أثارة وهي شابة تبلغ من العمر 26 عاما في صناعة الزينة والحلوى الرمضانية قبل عامين، حيث تمثل الزينات والحلوى جزءا من تقاليد الشهر الكريم في جميع البلدان العربية. ومع زيادة الطلب على منتجاتها، تحولت الفكرة إلى مشروع صغير يحمل اسم أفنان، تقدم آثار من خلاله التدريب وتقوم بتشغيل الأرامل، كما تتبرع بجزء من الأرباح للأيتام والمحتاجين. ويقوم المشروع بتدريب السيدات على الطهي والحرف اليدوية قبل توظيفهن.
أطلق عدد من الشباب العراقي مبادرة ثقافية تهدف إلى تشجيع الناس على القراءة، وذلك عبر فتح مكتبة مجانية في الهواء الطلق، وتضم مكتبة الشارع نحو 250 كتابا، وتديرها مجموعة اسمها متطوعو البصرة الشباب. الفقرة، شكرا للمتابعة. ألفا دوك، هذا ما أطلق على كلاب آلية طورتها شركة ويليان الصينية بتقنية تعتمد المستشعرات والذكاء الاصطناعي لسماع الأصوات في بيئتها ورؤيتها، كما يمكن اصطحابها للتنزه. تقوم الشركة بعمليتي التصميم والتصنيع لروبوتات متنقلة رباعية الأرجل قادرة على التعامل مع العقبات والوقوف من جديد بعد التعثر. كلب آلي يرقص ويركض ويقطع المسافات، يطيع الأوامر والتعليمات. عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يصبح حيوانا أليفا رياضيا ويمكن اصطحابه إلى النزهات. لديها القدرة البصرية وأجهزة الاستشعار حتى تتمكن من استشعار البيئة المحيطة، ويمكنها التنبؤ بمدى الاحتكاك مع الأرض لضبط الخطوة والتكيف مع البيئة. هذا الكلب الآلي يتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، ويمشي كجرو متحمس، وهو الأسرع في الأسواق حاليا. يعتمد على 4 أرجل معدنية تجعله أكثر ثباتا على الأرض وقادرا على الركل بحرية. وفي الشهر الأول من المبيعات تقدم أكثر من 1800 شخص لشراء الكلب، على الرغم من سعره الباهظ الذي يبلغ 2400 دولار. لقد تلقينا أكثر من 1800 طلب في غضون شهر واحد. تأتي الطلبات أساسا من المطورين ومحبي التكنولوجيا وكذلك الأطفال الذين يبدو أنهم يحبونها حقا. جهز هذا الكلب الآلي بكاميرات ذكاء اصطناعي، وهي تقنية تتيح له إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لاكتشاف محيطه. ومن المخطط إجراء تحديثات للبرامج المستقبلية لإضافة نباح الكلب وربما أصوات بشرية لإتاح إجراء محادثة بين هذا الحيوان الأليف والمالك، وخاصة لذوي الإعاقة. نحن نستكشف طرقا لمساعدة ذوي الإعاقة وخاصة المعاقين بصريا لدعمهم لعيش حياة أفضل. عندما يكون الكلب الآلي قادرا على الرؤية والسمع والحوار أيضا، يمكنه التفاعل بسهولة مع الأشخاص المعاقين وقيادتهم إلى السوبر ماركت أو الحافلة. تعمل الصين على استثمارات ضخمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتستخدم أحيانا روبوتات مثل هذا الكلب الآلي لاستعراض قوتها وقدراتها، كما تستعمله في المطاعم وتوصيل الطرود وأخذ مسحات اختبارات الوباء أحيانا أخرى. أطلقت مجموعة X5 الروسية العاملة في مجال بيع المواد الغذائية نظاما جديدا للدفع يعتمد على تقنية التعرف إلى الوجوه، وهو أحدث توسع لهذه التقنية التي أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن. أغرب طريقة دفع في العالم، انظر إلى الكاميرا. في
روسيا إن نسيت بطاقتك الائتمانية لا تقلق، فالآن يمكنك الدفع بواسطة خاصية التعرف إلى الوجه. عندما بدأنا اختبار طريقة الدفع للتعرف على الوجه كان ذلك في الصيف الماضي. قال كثيرون إن الأمر كان رائعاً خصوصاً في الوقت الذي نخاف فيه من لمس أي شيء، وعدوا ذلك بمثابة استجابة للوباء. الجميع يعرف هذا النظام وقد يرفضه بعضهم. التكنولوجيا تراقب كل ما يحدث داخل المتجر، نظام إلكتروني يعتمد على كاميرات منتشرة في كل مكان وأجهزة استشعار على الرفوف تحدد آلياً ما تم شراؤه. الأنظمة الحاسوبية المرتبطة بالكاميرات ليست حديثة العهد، كما أن أجهزة الاستشعار المتصلة بالشبكة موجودة بالفعل في جميع المتاجر، الميزان على الرفوف والكاميرات تراقب. أما الدفع فهو متصل بتطبيق. الشركة الناشئة التي نعمل معها عملت على ربط كل هذه التقنيات وتحسينها. أما بخصوص الدفع فسيتم ربط الحسابات البنكية للأشخاص بملامح وجوههم. تقنية التعرف إلى الوجه ستكون مشفرة ومحمية باستعمال تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد تقيس عمق وجه المستخدم. في هذه الحالة يمكنني الاستغناء عن بطاقتي البنكية التي غالبا ما أنساها في المنزل. في رأيي إن الدفع بتقنية التعرف إلى الوجه أسهل بكثير. تقنية توفر تجربة جديدة للتسوق دون التعامل مع أمين الصندوق أو الانتظار طويلا في طوابير، لكنها تثير مخاوف من انتهاك الخصوصية والتأمين من السرقة، بالإضافة إلى تأثيرها في سوق الوظائف، لكنها ستحول الوجه إلى بطاقة الائتمان المستقبلية. بهذا نصل إلى ختام شبابيك لليوم، أشكركم على حسن المتابعة، نلتقي في الغد عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش، 7 بتوقيت القدس، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.